والمثل الصيني يقول لك نبدأ تنظيف، دائما تبدأ تنظيف درج من الأعلى. لا يمكن أن نجد شعب نظيف، شعب متربي، شعب نقي، شوارع نظيفة، شوارع ماهيش مهترئة، طرقات ماهيش مهترئة، وانت في رأس السلطة، في هرم السلطة، لديك دولة كوكايين، لديك نظام كوكايين. يعني كبار جنرالاته اليوم وكبار مسؤوليه متضاربين على شكون اللي دخل الكوكايين. وهاكم شفت الإقالات اللي حدثت والصراعات اللي رايحاتها في راه الضرب في أقصاه. يعني طبيعة الحال في أكثر الأشياء لا تخرج. الحديث عن عاصمة بيضاء لا ينفي أن تجد بين ثناياها أكواما من القمامات، وعلى أعتاب عماراتها أكياس نفايات، والمفارقة أنه في ظرف دقائق معدودة تم جمع عشرات الأكياس من القاذورات. هي صورة رسمتها خرجة وزيرة البيئة لأحياء من المحروسة. هنا الوزيرة تدعو قاطني هذا الحي لمساعدتهم في التنظيف. في مشهد آخر يرد عليها هذا العجوز: التنظيف والنظافة هي في الأصل وعي وحضارة وحس مشترك. ليطرح ليه يقول لك أرواح مرحبا تفضل خير واش خطر؟ قال هيدا قاعد تكون سنين يا ودي، أعطونا الإمكانيات. احنا اللي جند، احنا تاع الحمار راهم يطوبري يعاملوا هما يخدموا غدوة إن شاء الله وجدوا روحكم على التعب العنية من قبل الآن عليك. أحياء على قلتها أبانت على أن اللون الرمادي لا يزال يحول بين الجزائر المدينة البيضاء وبين قمامات تعكس الذهنيات وتعكر الصفو. Ce n'est pas une chasse au trésor pour citadins stressés. Dans les rues de Stockholm, ces Suédois courent, sac poubelle à la main, et ramassent les déchets. Erik Hus est l'un des premiers à avoir lancé le mouvement. Aujourd'hui, il organise des rencontres d'adeptes de ce nouveau sport. Comme vous pouvez le voir, il y a des détritus devant moi. Mais derrière moi, tout est propre. J'espère que cela donne une bonne image aux gens ici. Et nous n'avons fait que 25 mètres. 20.5 mètres. Le blogging en suédois, contraction des verbes ramasser et courir. Le concept rencontre un succès grandissant dans le pays. C'est surtout une nouvelle devise, un corps sain dans un environnement sain. Mais il faut dépasser certains clichés. Je pense qu'au début, on est un peu hésitant, un peu gêné. Mais l'important est de surmonter ce sentiment. Ensuite, ça fonctionne. Pour moi, c'est très simple. Je travaille dans un centre de recyclage à Uppsala. Je suis habitué aux déchets et il est important que la nature reste propre. عندما يكون الغش بهذا الشكل في مستوى هرم السلطة، عندما تكون الانتخابات مغشوشة، عندما يكون فالمثال الأعلى هو هؤلاء. كلما كان هرم السلطة سيئا غشاشا فاسدا، كلما فسد الناس. ولذلك قيل الناس على دين ملوكهم. هناك من يقول أن هذا حديث، لست متأكد من أنه حديث صحيح، لكن على الأقل هذا مؤكد أن الناس على دين ملوكهم. والمثل الصيني يقول لك نبدأ تنظيف، دائما تبدأ تنظيف درج من الأعلى. لا يمكن أن نجد شعب نظيف، شعب متربي، شعب نقي، شوارع نظيفة، شوارع ماهيش مهترئة، طرقات ماهيش مهترئة، وانت في رأس السلطة، في هرم السلطة، لديك دولة كوكايين، لديك نظام كوكايين. يعني كبار جنرالاته اليوم وكبار مسؤوليه متضاربين على شكون اللي دخل الكوكايين. وهاكم شفت الإقالات اللي حدثت والصراعات اللي رايحاتها في راه الضرب في أقصاه. يعني طبيعة الحال في أكثر الأشياء لا تخرج، لكن الصراع راه قوي. دولة كوكايين، وصلنا إلى هذا الحد. إذن رئيس محنط، يكذبون باسمه،
حتى الصور نتاعو لما يوروه في التلفزيون يوروه الصورة لما كان عمره 62 سنة أو 63 سنة، هو الآن عمره أكثر من 81 سنة. وبالتالي هذا اللي في البكالوريا ولا هذا الأستاذ ولا هذا المعلم ولا هذا التاجر ولا عندما يشوف باللي رأس السلطة يكذبون على الناس ويكذبون وهم يعرفون أنهم يكذبون ونحن نعرف أنهم يكذبون ويستمرون في الكذب، عندما يعرف ذلك فإن اللي ما عندوش ضمير، اللي ما عندوش أخلاق، لي احنا مسلمين اللي ما يخافش من ربي فانه سيستمر. ولذلك اصبح الان الاستثناء انك تجد تاجر صادق، الاستثناء انك تجد معلم صادق، الاستثناء انك تجد استاذ صادق، الاستثناء انك تجد طفل او طالب ما يغش، اصبح الاستثناء. حدث فيها صديق قبل ايام وقال لي انه يطالبوا، اصبحت الناس تطالب بالغش في البكالوريا وفي الامتحانات، يغش خلونا نجحوا. هل هذا منطق عقل وصلنا له؟ نعم وصلنا له بكل أسف وبكل ألم. إذن هناك لوم وهناك مسؤولية، يعني هذا كما قلت عندما أتحدث أنا على نظام وعلى هرم السلطة فلا أنفي المسؤولية الفردية، كل واحد مسؤول على أعمال، مش لأن المدير فاسد لازم تكون فاسد، مش لأن الوزير فاسد لازم تكون تفاسد، لا، المفروض أنك تواجه وتقاوم أو تبتعد عن المسؤولية. لكن المسؤولية الكبرى، المسؤولية الرئيسية تقع، وهنا تقع موضوع الكوليرا. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الكوليرا ما أسبب، لكن السبب واضح، يعني الكوليرا ليست علم القبار كما قال سي مخلوف البومباردي. يعني الكوليرا معروفة أنها تأتي من الماء الآسن، الماء المتعفن. واليوم لما تروح للسدود في الجزائر، كثير من السدود، ربما ليست كلها لكن الأغلبية الغالبة من السدود، لا يتم الإشراف عليها بطريق نظيفة، يعني السدود اللي تغذي السكان بالمياه. قبل قليل كنت نشوف في فيديو عن سد مخلوف أو سيدي مخلوف في قلمة، الحوت ميت، مجاري المياه تصب في السد، وهذا السد هو اللي رح يغذي الناس بالمياه.